مساء الخير مشاهدينا الكرام، ثامنة بتوقيت غرينتش، إليكم عناوين نشرة الأخبار من قناة الموريتانية. بعضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني تحتفظ بانتخاب بلادنا لعضوية لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب. اختتام دورة تكوينية لصالح أزيد من 400 شاب في قرى العائدين وتجمعات المضيفة في ولايتي براسنا وسهل. هيلاري كلينتون تمثل تقدمها على دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض وسط تركيز المرشحين على ولاية الحسم يوما قبل نحو أسبوع عفوا يوما قبل بدء الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ النشرة حيث نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني مساء في حفلا بمناسبة انتخاب بلادنا عضوا في اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وكان مرشح موريتانيا الدكتور حيمودة الرملان قد باز بعضوية هذه اللجنة خلال الانتخابات التي جرت في مدينة جنيف قبل نحو أسبوع. انتخاب موريتانيا عضوا في اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هو المكسب الرابع لموريتانيا في هيئات الأمم المتحدة في ظرف زمني لا يتجاوز السنتين، وهو اعتراف دولي ضمني بتطبيق بلادنا المعايير الأممية في مجال حقوق الإنسان واستحقاقها المشاركة المباشرة في الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. مشاركتنا بانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية الوقاية من التعذيب كانت مثمرة وناجحة، حيث تمكنا من الحصول على عضوية هذه اللجنة في شخص الدكتور حمود رمضان لتكون رابعة لجنة أممية تحوز بلادنا عضويتها في أقل من سنتين بعد لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان. مشاركة لها قيمتها المكسبية باعتبارها فرصة للمساهمة من داخل هذه الهيئات الدولية في رسم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الأمم المتحدة الهادفة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. هذه الفرصة لأشكر الشعب الموريتاني بصفة عامة والأشخاص الذين شاركوا من بعيد أو من قريب في هذا الفوز العظيم، وسبذلوا الجهود لكي أكون على المستوى وأرفع شعور بريطانيا إلى الأعلى ويكون تمثيل موريتانيا في هذه اللجنة هو الأحسن الموجود. عضوية جديدة ومكاسب دبلوماسية ونجاحات معتبرة لسياسات الخارجية لتبقى الآمال والطموحات في تحقيق مزيد من الحضور الدولي لبلادنا في المحافل الأممية. إلى ولاية براكنا حيث اختتم تنسيق مباني الثانوية الفنية في بوجي إشغال دورة تكوينية منظمة من طرف المشروع النموذجي للوسائل المعيشية المستدامة للعائدين وتجمعات المضيفة في ولاية البراكنة وترارتا. شملت هذه الدورة التكوينية عدة تخصصات واستفاد منها أزيد من 400 شاب. على مدى شهر كامل تلقت هذه المجموعة الشبابية المكونة من 441 شابا من الجنسين تكوينا مكثفا في تخصصات مهنية من بينها إصلاح الآليات والمعدات الزراعية والنجارة الخشبية واللحامة والخياطة وغيرها من التخصصات التي ستمكن أبناء العائدين في ولايتي البراكنة وترازة من الدخول في الحياة النشطة. قامت الوسائل الوطنية تضامن من خلال المشروع النموذجي لوسائل المعيشة المستدامة للعائدين والمجتمعات المضيفة في حوض النار السلقات بتنظيم هذا التكوين الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يشكل أولا خطوة ببناء مستقبل مشرق
لهؤلاء الشباب ويمكنهم من المساهمة بشكل فعال في بناء وطنهم. والي البراكنة سيد عبد الرحمن الخطري أكد أن هذا التكوين يعبر عن الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز للشباب والرفع من قدراته المعرفية والمهنية سبيلا إلى دمجه في العمل، وهو دور أكد عليه كذلك العمدة المساعد ببلدية بوغيا السيد لام علي. هنا الثقة والمشروع النموذجي للوسائل المعيشية المستدامة للعائدين السيدة فاطمة كان أوضحت أن هذه الدورة التي استفاد منها العديد من الشباب في البراكنة والثلاثة تندرج في إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العليا في سبيل تكوين وتأطير الشباب. المكونون عبروا عن إعجابهم بهذا التكوين وطموحهم بأن يكون بداية لدخولهم في دورة الحياة النشطة. هي خبرات وتراكمات معرفية تحصل عليها هؤلاء الشباب، ويفترض أن تكون عونا وسندا لهم في الولوج إلى عالم الفعالية والنشاط، باعتبار التكوين المهني أصبح مجالا يفرض ذاته في وقتنا الراهن. في منصة النشرة لهذه الليلة تتابعون المخزون الرعوي جهود من أجل الحماية. نظم حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي لقاء حزبيا استعرض خلاله رؤية الحزب لمختلف القضايا الراهنة في البلد. جرت وقائع هذا اللقاء بحضور مناضلي وقيادات الحزب الذين اكدوا في مداخلاتهم على التمسك بالوحدة الوطنية وبالحوار نهجا للتعاطي مع مختلف القضايا الوطنية. رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي سيد بيدل الهميدي استعرض في كلمته بالمناسبة استراتيجية حزبه بالتعامل مع مختلف القضايا الوطنية، مؤكدا موقفه الداعم لمخرجات الحوار الوطني الشامل. أول ما تعرضنا قلنا أنه حزب الكونجر لا بالحوار، لأن شفنا عنا عن ذلك حال الموريتان ما هو صالح البلد ولا هو صالح المواطنين. لأن الجميع كان متكلم من المغربين تصفر وعن يوم لا تعرف قاعدة تصفر شنو؟ وقد أنزل مدي معارضة ولا تقال مدي معارضة شنو؟ لكن قال تقول معارضة. والله جيت الشارع هذا الذي عن موضوع حال الديمقراطيين. أنا رئيس الجمهور فعلا معانا بوجود نظرة وشفت معانا الأخضر ولا في جوار معين وهو يجب على أنها وجود الجمهور معناها أن إحنا نقولكم أن وقفنا من مبادئات الأمم كحزب من رئيس الجمهور ومن مبادئ التنظيم ونوسع أن هذا الرياض المسلم الجمهوري ودولة الشمسية عن طار المنظم الروس الناس اللي ماشي اللي قالوا نعم دوم لا شيء غير احنا فاهمين عن المكان ولا تقنع قاع نجيله العناصر الكبيره والقوميه الدارة وعند الوالد كان شيء يقال حتى مسلم انا عن الاسلام والمسلم عند الاسلام. نظمت جمعية الأمل للعمل الاجتماعي بمستشفى حي الترحيل 18 بمقاطعة الرياض في العاصمة نشاطا تحسيسيا حول مخاطر حمى الملاريا وأهمية النظافة. وقد أبرزت المداخلات في هذا النشاط طرق الوقاية من حمى الملاريا ودور النظافة في مواجهة هذا المرض الفتاك. استفاد من هذه الأمسية مجموعة من سكان الحي من مراحل عمرية مختلفة. شكل مهرجان تاشوط في قديماغا فرصة لنساء البلدية استعرضن خلاله منتوجهن في مجال الصناعة التقليدية، وذلك من خلال معرض التأم تحت مظلته 11 تعاونية نسوية أظهرت ذراء وتنوع الثقافة في هذه المنطقة. تنوع وثراء التراث التقليدي وشمالية المنتوجات المحلية التقليدية
والقدرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في عديد الاستخدامات اليومية للأسرة الموريتانية، أبرز الملامح التي أكدتها المنتوريات التقليدية لمعارض التاشوط الذي كان مناسبة لتقديم آخر ما أنتجته المرأة في ولاية قديماغا. الأثاث والألبسة والآلات ومعدات وتجهيزات البيت الموريتاني وأدوات الزينة النسائية والمنتوجات الخشبية والأواني الفخارية، إسهامات إنتاجية أغنت مهرجان الوحدة الثقافي وعبرت عن غنى وثراء ثقافتنا وجمال تنوعها. عند هذا قال الجلال يسوس دوم فرام، وعند هذا قرام ندير بهم قرطان وندير بهم إبداعات وندير بهم أكيام، وعند هذا رجعت حاس ومال نبلع بهم الطافي ناس وندير بهم الجبال وندير بهم أكيام، وعند هذا الشكاو وعند هذا الحصار مال التقليدي ننزلهم، وعندنا جميع التقليدين اشتغلوا، عندنا التقليدي عندنا هذا الظرف وعندنا هذا الصرام وعندنا الحصاية وعندنا اللبن الجفو وكل شيء مثلا عندنا من التقليدي. المهرجان كان ايضا فرصة لتسويق المنتوج المحلي وقدرته على تحقيق بدائل ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة مقارنة بالمنتوجات المستوردة. 11 تعاونية قدمت مساهماتها الإنتاجية في هذا المعرض بغية تحسين المنتج التقليدي والرفع من جودته سبيلا إلى احتلاله المكانة المناسبة استخداما وتسويقا. قالت مصادر عسكرية عراقية إن قيادة العمليات المشتركة قررت إعادة النظر في خططها العسكرية شرقية الموصل وسط أنباء عن استخدام تنظيم داعش لغازي الكلور والخردل بالمعارك. وكانت بعض المصادر العسكرية قد أعلنت سابقا أن قوات الجيش اقتحمت قرية إسادة وبعويزة المنفذ الشمالي للمدينة. محاور جديدة في تحركات الجيش العراقي، حيث اقتحم الجيش بالمحور الشمالي للموصل قريتي إسادة وبعويزة أولى المناطق التابعة للمدينة من محورها الشمالي، بينما تستمر المعارك العنيفة في الأحياء الشرقية. الصادر من الجيش العراقي أكدت أن الفرقة 16 اقتحمت المنطقة من أطرافها الشمالية أنها تخوض معارك مع مقاتلي التنظيم المتحصنين فيها، فيما أفادت مصادر صحفية أن قوات الجيش العراقي تمكنت من الجهة الشمالية من اجتياز منطقة الشلالات ووصلت إلى محيط وداخل السادة وبعويزة. وحتى الآن لم تتمكن القوات العراقية من السيطرة على هاتين القريتين لوجود مقاومة من تنظيم داعش. وأشارت المصادر الصحفية إلى أن المقاومة ما زالت مستمرة في تلك الجبهة. من جهته أفاد مصدر أمني رفيع المستوى أن القوات العراقية تخوض حرب الشوارع مع عناصر تنظيم داعش في الهجوم الذي بدأ من أكثر من محور على الحي. وأوضح المسؤول الأمني أن معارك الموصل تقدمت من المحور الشرقي أكثر من المحاور الأخرى، حيث يجري التفكير في التوقف عند هذه النقاط حتى تتقدم جميع القوات الأخرى بنفس المسافة نحو مركز المدينة. في هذه الأثناء أعلنت مصادر أمنية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين في انفجار بمدينة تكريت شمال بغداد. هذا وكانت معركة استعادة الموصل قد انطلقت في 17 أكتوبر الماضي بمشاركة قوات عراقية متعددة وبدعم من الولايات المتحدة. وتعد مدينة الموصل أكثر معاقل تنظيم داعش. وصلت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون تقدمها على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك حسب آخر استطلاعات الرأي. وبدأ المرشحان التركيز على ولايات الحسم لكسب مزيد من التأييد في أوساط الناخبين قبل يوم واحد من الاقتراع. الديمقراطية كلينتون تتقدم على الجمهوري ترامب لسباق نحو البيت الأبيض 5 نقاط كاملة، ذلك ما أكده آخر استطلاع رأي نشرت نتائجه الأحد. وأشار الاستطلاع الذي أجرته واشنطن بوست وقناة ABC إلى حصول كلينتون على نسبة 48% من أصوات الناخبين الأمريكيين مقابل 43% لترامب. وكان استطلاع ممتاز
يماثلون نشرت نتائجه الجمعة ظهر نفس النتائج تقريبا. وبحسب الاستطلاع الجديد فإن كلينتون تتقدم على ترامب في عدد المؤيدين الثابتين الذين يؤكدون أنهم سيصوتون لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إعجابا بشخصيتها وقناعة ببرنامجها الانتخابي. استطلاع آخر أجرته قناة فوكس نيوز أظهر تفوق كلينتون بنقطتين فقط على خصمها اللدود دونالد ترامب. وبحسب صحيفة الأنجلوس تايمز فإن السبب في تزايد شعبية ترامب يعود إلى استئناف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي في قضية مراسلات هيلاري كلينتون السرية أواخر الشهر الماضي. احتدام للمنافسة إذن بين كلينتون الطامحة لأن تكون أول رئيسة بالولايات المتحدة وترامب الذي يقول إنه يريد أن يضع حدا لهيمنة الديمقراطيين. احتدام يتعزز أكثر في مدينة فلوريدا التي توصف بالمتأرجحة حيث خاطبت كلينتون أنصارها فيها بضرورة الاستعداد إلى معركة الحسم أو الثلاثاء الكبرى. وتبدو المهمة أكثر صعوبة بالنسبة لترامب الذي يتأكد عليه أن يفوز بولايات أساسية خصوصا من تلك التي تميل تقليديا للديمقراطيين، وهو أمر يبدو أنه يدركه جيدا حيث عاد إلى جمهوره في نيفادا بعد إجلائه من طرف حرسه الشخصي بسبب ما قالوا إنه تهديد أمني بعيد توقيف الشخص الذي كان مصدرا للتهديد ليتمكن من إقناع مزيد من الناخبين. كانت التساقطات المطرية خلال الموسم الأخير متفاوتة المستوى على ولايات الوطن مما أثر على المراعي، فبينما حظيت بعض المناطق بمراعي خصبة كان نصيب مناطق أخرى دون المستوى المطلوب لاستيعاب حاجة المنمين. وتعمل السلطات على حماية المراعي من خلال شق طرق واقية من الحرائق التي تعتبر أكبر تهديد للغطاء النباتي في هذه الفترة من السنة. باستثناء ولايات البراكنة 23 سجلت ولايات الوطن الأخرى تحسنا ملحوظا هذه السنة في كميات الأمطار المتساقطة خلال فصل الخريف، وهو ما انعكس إيجابيا على الحالة الرعوية في الولايات المذكورة، ذلك ما أكده المنمون في مختلف المناطق كما تأكد من خلال المعطيات المتوفرة لدى إدارة حماية الطبيعة بالوزارة المتدبة المكلفة بالبيع. كيف تعرفوا على مستوى المناطق اللي فيهم المراعي السنة اللي هما لحيا الاثنين والعصابة وولاية قرقل وولاية البراكنة وترارزة، عرفوا أمطار جيدة ما بينما في قرقل والعصابة وقديماقة، وخلق نقص قد يعود على مستوى البراكنة حاد شوي وترارزة، وكل مراعي السنة قد يعود هو في البراكنة الجنوب البراكنة ما في ياسر من المراعي، وما بين ركيز وبوقي فيهم مراعي جيدة، هذا ما يعني البراكنة. ومنطقة ترارزة ركيز خاصة بين ركيز وبقي فيهم هم اللي مراعي زينين، على كل حال المراعي السنة زينين هم اللي على مستوى الوطن كامل فيه اللي قرقل والعصابة والحوض الغربي اللي معروف اصلا بمواشي المراعي ياسرين ما شاء الله ما خلق فيهم نقص، ونقد نعود على مستوى الوطن. على كل حال نقولون بصيفة عامة المراعي الحمد لله السنة خلق منهم شيء قد يعود أقل من العام الماضي، غير بعد السنة ما شاء الله المراعي اللي زينين ما هم من أرخاها.
تحسن الغطاء النباتي في بعض من المناطق الرعوية، فاستبشر المنمون خيرا بسنة رعوية واعدة، لكن هذا التفاؤل يبقى مرهونا بإجراءات مصاحبة تضمن المحافظة على المخزون الرعوي من الآفات كافة وخاصة الحرائق. من حرائق بلاد فن حريجة مانعة في سنة من لبد على ما نبيها ظلائل العمي 20 ظلائل وقت نتائجتين ومية من لغة من حد ثاني وشوه ثلاثين من حد ثاني وخمسين الواحد ثاني والوقيش أربعة يعني عقب الله بعد السلم الحمد لله ما أخسر فيه مش والحيوان اللي خلقوه ما يجد عبر فيه اللي ما تدخل لها تقع عن جبان طبعا الحرائق خلق من القدرة اللي جيت كيفة والحوض الشرقي ذاك الأساس اللي ذاك هو الحريجة الأخرية تخرج من الأضرار من فينا أحرق المراعي وتفقد سيطرة الدواب والناس ذاك الأساس اللي ذاك هو طالبين الدولة على كل حال شق الطرق الواقية من الحريق ومثلا معرفة شيء الملمون اللي هم على كل حال مصدر الحياة للبشر اللي هو من ناحية اللحوم نعرف عن هذا الشرق وهذا الحريق الضر التنمية كثيرة ويا الله الدولة تعطينا عناية للحيوان وتعطينا جرابيرات يتم عدل الطرق عن الحريقة عالم الحريقة في مبرمص دورة عود قدات منه 30 كيل متربع مطالب بشق الطرق الواقية كما جرت العادة وهي المسيرة بالمتاع لحماية المراعي خاصة وأن الفترة الوجيزة التي مضت على انتهاء فصل الخريف الحالي سجلت أزيد من 20 حريقا في مناطق رعوية متفرقة وخلقوا ثم حد حرائق يقرم اللي حد يعرف على أنه يعود زمن المراعي ياسرين والحشيش ياسر عينين يبدأ الحشيش يبس وشي يؤذي الحرائق ياسرين ويعود اللي موسم الخريف عاد صاد يكثروا الحرائق وذلك على كل حال الله من احنا بعد الحمد لله في التنارك اليوم دعين عود حوالي 20 حريق وعلى كل حال هو اللي فات وسجلت والحالة على كل حال مبشرة ما فمشي على كل حال لا يقدر عود اللي فات عاد يخلع حتى من عدد الحرائق اللي فتنا يشينا لهذا وغيره باشرت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بها عمليات شق الطرق الواقية من الحرائق بعد أن تسببت في إتلاف المراعي على مسافات قدرت بأزيد من 200 كيلومتر. العام الأول عدلنا 11 اللي هو 371 شق طرق قل منهم شوي ناقص 100 والله لا تبيه اللي خالدين كيف قلت لكم لأن خالدين بليدات المراعي ما خلب زيهم ولا هي ينعكس على كل حال لعدد شق الطرق إلا أن المجهودات الرسمية للمحافظة على المخزون الرعوي في البلاد لن تؤتي أكلها في غياب الدور الفاعل والمؤثر الذي يجب أن يساهم به المواطن في هذا المجال خصوصا أنه هو المستفيد الأول من هذا المخزون وبالتالي التفريط فيه يعني الكثير بالنسبة له. إذن مشاهدي الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة ونذكر بالعناوين. مبادرة وحقوق الإنسان والعمل الإنساني تحتفي بالمقابل بمجنى عضوية لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب. اختتام دورة تكوينية لصالح أزيد من 400 شاب في قرى العائدين وتجمعات المدينة بولاية البراسنا والسارزة. هيلاري كلينتون تواصل تقدمها على دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض وصف ترشيح المرشحين على ولايات الحسم يوما قبل بدء الاقتراع. إلى اللقاء. Thank you.